مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. ممكن نستخدم أي قالب متوفر عنا، ممكن نستخدم أي عبوة، ممكن معلقة نعمل عود إذا مش متوفر عودان، يعني شو متوفر في البيت بنستخدم، ممكن كوب، أي شيء نستخدم. عبوة كافيه، بسكويت، أي نوع بسكويت متوفر أو أنتو تحبوا تستخدموه اختياري. بنكسره وبناخذ نستخدم جزء منه، نستخدم كوب منه مكسر. نجيب كريمة طازجة 300 جرام، كوب ونص فانيلا 5 جرام، معلقة صغيرة، وسكر 30 جرام. نضيفه تدريج ونخفق جيد. ممكن نستبدل الكريمة الطازجة بكريمة بودرة، بنضيف 150 جرام كريمة بودرة، 150 جرام حليب، بيصير نفس النتيجة. نضيف كاكاو خام، أنا عملتها جزئين، جزء سادة وجزء بشوكولاتة، هذا جزء مع الشوكولاتة. نضيف كاكاو خام ونضيف كوب بسكويت أو مثل ما انتو حابين، نصف كوب ممكن حسب ما انتو شو حابين. نخلط جيد، تقريبا جاهزة هيك. نضيفها في القوالب، أي قالب موجود في البيت متوفر بستخدمه، ممكن كوب ممكن أي شيء. يعني بس مجرد أنا بديكو بعض الأفكار. وضعها في المجمد تقريبا أقل شيء 4 ساعات. بعدين بنجيب اي نوع شوكولاتة احنا بنحبه ونعمل له حمام، مثل ما بيحكوا حمام مريم. نضيف ماء ساخن ونجلس الشوكولاتة في الوعاء هيك ساعة. ممكن نضيف مع الشوكولاتة اي نوع من المكسرات او بسكويت او اي نوع من المكسرات نضيف مع الشوكولاتة. انا ضفت بسكويت هيك عشان كانت في المجمد على طول، الشوكولاتة فورا تنشف يعني بتجف. وهيك جاهزة للأكل، ممكن احنا نخزنهم، نرجع نخزنهم بالفريز. مثل ما انتو شايفين الشكل كتير حلو، ممكن انتو تبدعوا تعملوا الشكل اللي انتو تحبوه حسب الأدوات المتوفرة عندكم في البيت. الشوكولاتة نفس الشيء، أي نوع شوكولاتة بتضيفه. أنا عملت جزء فانيلا سادة وجزء مع الكاكاو، وأنتوا ممكن تعملوا أي شيء أنتوا بتحبوه وتبدعوا. صحة وألف عافية، طريقة كتير سهلة وبسيطة وكتير طعم طيب. كل عام بخير. اتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.